Target down. Expired. Reloading. No mercy. محمد. سكواد كامل يا اخوان. مرحبا شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. بدايه اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مقطعنا اليوم المقطع المنتظر لاحتراف الجيروسكوب. المقطع هذا انطلب مني كثير. طبعا يا اخوان على حسب طلبكم، المقطع هذا للناس اللي بدها تغير من جديد على الجيروسكوب، او المبتدئين بالجيروسكوب، او في ناس بتلعب جيروسكوب قدامه ولكن بدها تحسن من مهاراتها وتشوف شو هي الاخطاء اللي عم تواجهها. طبعا يا اخوان المقطع مقسوم على قسمين، المشاكل الجيروسكوب للناس المبتدئه وللناس المحترفه وبدها تطور من لعبها وتشوف شو هي مشاكلها. زائدا من افضل النصائح لاحتراف الجيروسكوب خصوصا للمبتدئين اللي عم يواجهون مشاكل هم عم يغيرون على الجيروسكوب، افضل طرق واسهل طرق لبسرعة تتعود على الجيروسكوب وتكون لاعب جيروسكوب مخضرم. زائدا اللاعبين القدامى اللي يلعبون جيروسكوب، شو هي اخطائك وكمان بتحسن من اخطائك وتكون لاعب جيروسكوب مخضرم. طبعا يا اخوان المقطع جدا متعب عليه، اتمنى كل واحد شاهد الفيديو ويحط لنا لايك، خلونا نوصل مقطع اكبر عدد لايكات. زائدا المشتركين بالقناه 70% منهم مو مشتركين، عم يشاهدون ومو مشتركين، كمان يشتركون بالقناه. اتمنى لكم اطيب الاوقات، ربي يسعدكم، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. مشاهدة ممتعة. هلا والله شباب، فيديو جديد وشرح جديد عن احتراف الجيروسكوب. طبعا يا اخوان هذا الفيديو المنتظر، في كثير ناس بالقناة طلبت مني ماهر نزلنا احتراف الجيروسكوب للمبتدئين او الناس اللي بدها تغير على الجيروسكوب، او في ناس عم تلعب بالجيروسكوب قدامة ولكن بدها تطور من مهاراتها وفي عندها اخطاء بدها تصححها. طبعا يا اخوان هذا الفيديو مقسوم على قسمين، الاخطاء والاحتراف. اول شيء عندنا من اكبر الثلاث اخطاء الناس اللي عم ترتكبها وتكون لعبها بالجيروسكوب سيء. ثاني شيء عندنا الاحتراف للجيروسكوب واهم النصائح كيف تخلي لعبك كثير قوي بالجيروسكوب. من افضل النصائح اذا بدك تغير على الجيروسكوب من جديد او انت مبتدئ او اذا كنت بتلعب جيروسكوب تطور من مهاراتك. طبعا يا اخوان بالنسبه للاخطاء عندنا ثلاث اخطاء هي اللي تخلي لعبك بالجيروسكوب جدا سيء. اول خطا عندنا للناس المبتدئه بالجيروسكوب. يا اخوان في ناس كثير مبتدئه بالجيروسكوب، انا اللي عم شوفها شو تعمل، اول ما تفعل الجيروسكوب تفعل بس المنظار، يعني تخلي بس المنظار مفتوح مثل ما تشوفون قدامكم. بنروح على الجيروسكوب، تمام يا اخوان مثل ما تشوفون، خلي شو تعمل بس سكوب اون، يعني تخلي مثل ما تشوفون يا اخوان انا طفيت الجيروسكوب خليته بس على شو، بس على المنظار. كيف هذا خطأ يا اخوان؟ اذا انت بدك تحترف الجيروسكوب بس على المنظار اكيد هذا مو لعب جيروسكوب، راح يكون عندك ايم ثابت ولكن عندك بالكلوز او المواجهات القريبه راح ايمك راح يكون. طبعا يا اخوان الناس اللي عم تلعب على الجوال خصوصا على الجوال وشاشتك صغيره وبدك تلعب بدون جيروسكوب راح تكون عليك صعبه. بالنسبه للجيروسكوب، الجيروسكوب احترافه اكثر من اصبعين. كيف اكثر من اصبعين؟ اذا انت كنت تلعب اصبعين وجيروسكوب تعتبر تلعب اربعه، اذا انت كنت تلعب ثلاث اصابع وجيروسكوب كانك تلعب خمس اصابع، اذا انت تلعب جيروسكوب واربع اصابع هون انت كانك تلعب ست اصابع مثل جماعه تلعب ثابت ست اصابع على اللايبات. هذا اول خطا للمبتدئين. المبتدئ اول ما بيجي شو يعمل؟ بشكله بس على المنظار، بيحترف على المنظار، بعدين اذا فعل الجيروسكوب على الكامل راح يصير عنده ايم ضايع ويصير عنده كثير خربطه بالنسبه للكلوز او النوسكوب. تمام يا اخوان هذا اول خطا عندنا. الخطا الثاني هو إذا كانت الحساسية جدا سريعة. مثلا في ناس أول ما تبدل على الجيروسكوب شو تعمل بالحساسية؟ تخلي الحساسية للمنظور مثل ما تشوفون يا إخوان المنظور الثالث بدون منظار شو تعمل فيه؟ تخلي الحساسية 400 أو 350، يعني يكون اللاعب معك جدا سريع، يعني أدنات حركة بإيدك. أنت كودك لاعب جيروسكوب جديد ورافع الحساسية على خير، شو راح يصير معك؟ أول ما تحرك الجوال أدنات حركة بسيطة راح يضيع معك الإيم، وهون أنت راح تفشل بالمحاولة بالجيروسكوب وتحس الجيروسكوب صعب وما في سيطرة عليه. هذا بالنسبة للخطأ ثاني. طبعا يا اخوان بالنسبه للخطا الثالث مسكت الجوال، هو مقسوم على قسمين، للمبتدئين او المحترفين او الناس اللي عم تلعب جيروسكوب من قديم ولكن في عندها خطا. مسكت الجوال هي احتراف الجيروسكوب، يعني مسكتك للجوال هي تقريبا 50-60% من احتراف الجيروسكوب. في ناس شو تعمل مثل ما تشوفون قدامكم يا اخوان، تمسك الجوال طرف ايدها، شباب راح احط لكم هاند كام واشرح لكم. في ناس تمسك الجوال بطرف الايد مثل ما تشوفون وتخلي الجوال من الوسطى فارقه. المسكه الصحيحه للجيروسكوب مثل ما تشوفون من ظهر الجوال، امسك الجوال
واحضن الجوال بوسط ايدي او بطن ايدك. تمام يا اخوان، هاي بالنسبه الثلاث اخطاء، كيف نحلها؟ راح نفوت بافضل ثلاث نصائح لاحتراف الجيروسكوب للمبتدئين او اللي بدهم يغيرون على الجيروسكوب، او في ناس تلعب جيروسكوب بدها تصحح خطاها وتعدل من مستواها. طبعا يا اخوان بالنسبه للثلاث نصائح، اول نصيحه هي للمبتدئين، مبتدئين الجيروسكوب، اذا انت بدك تلعب جيروسكوب شو تعمل؟ فعل الجيروسكوب على الكامل على المنظار وعلى اللاعب. شو راح تعمل؟ مثل ما تشوفون يا اخوان، تدخلون على الحساسيه، بعدين تروح على حساسيه الجيروسكوب. يا اخوان انا بالنسبه لي حاطها 310 مثل ما تشوفون فوق، 310 بالبدايه، وكمان بالكاميرا حاطها 310. مبتدئين الجيروسكوب شو تعملون؟ تخلون الحساسية بين ال 220 وال 230 240. ليش؟ راح تكون عندك الحساسية فيها بطء، يعني إذا حركت الجوال يمين ويسار ما راح يكون عندك ضياع ايم. بس أنت تحترف الجيروسكوب شوي شوي وتتعود عليه، أرفع 10 10، يعني 220 خليها بعد 4-5 أيام 230، بعد 4-5 أيام 240، لين 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 ما تصل أعلى حد 310. تمام يا إخوان؟ يعني بالبداية خلي الجيروسكوب عندك بطيء وبطيء جدا. ليش؟ عشان اذا كنت مرتبك او ما تتحكم بحركه الجيروسكوب، اي حركه يصير معك خطا يكون معك الجيروسكوب بطيء وما راح الايم يضيع معك وتحترف الجيروسكوب حبه حبه. تمام يا اخوان، هاي بالنسبه للمبتدئين. بالنسبه للمحترفين الجيروسكوب او اللي عندهم ضياع ايم، او ناس اللي بتلعب جيروسكوب من قديم وما تعرف افضل حساسيه للجيروسكوب، طبعا يا اخوان مثل ما تشوفون انا مخليها بالبدايه 310 وكمان من تحت 310. ليش يا اخوان؟ اذا خليتها 400 راح يكون عندك الايم ضايع، او خليتها 350 راح يكون الايم ضايع، خصوصا بعد ما شالوا الايم اسيست من اللعبه. طبعا يا اخوان اذا كان جوالك جدا جدا سريع على 310 خليها 290 300 بالكثير للكلة للكاميرا والاديس. طبعا يا اخوان واذا كان جوالك سريع بيدعم 90 فريم وكثير سلس وعلى 290 او 300 شايفها بطيئه، خلها 310 315 بالكثير، لا تعلي اكثر من هيك راح يصير عندك ضياع. هاي بالنسبه للنصيحه الاولى والجيروسكوب والحساسيه. تمام يا اخوان، وبالنسبه لمسكت الجوال مثل ما ذكرنا بالخطا الثاني بدايه الفيديو، انه مسكت الجوال عن جد يا اخوان محترفين الجيروسكوب اذا شافوا هذا الفيديو راح يقولون عن جد النصيحه الثالثه من اهم النصائح وهي القاعده ومسكت الجوال. طبعا يا اخوان بالنسبه لمسكت الجوال، انا في كثير ناس عم شوفها بالواقع من اصدقائي بيلعب جيروسكوب وماسك الجوال من الاطراف. بالنسبه لمسكت الجوال من الاطراف مدى تاثيرها كبير. كيف؟ اذا انت كنت تلعب ضد شخص محترف بالمستودع او تلعب سولو سكواد بالكلاسيك، يعني في كثير ناس اول ما بيبش عليها اكثر من خصم راح ترتبك ويصير عندك شويه رجفه او تكون يعني مرتبك بالنسبه للايم. اذا كنت ماسك الجوال من الاطراف راح يصير عندك ضياع ايم، وثاني شيء اذا انت كنت مبتدئ بالجيروسكوب اصابعك راح يتعبون بالنسبه لمسكت الجوال من الاطراف. تمام يا اخوان، وايمك راح يضيع وما راح تكون مثبت على الخصم، وبالنسبه لتثبيت الايم وانت ماسك مثل ما تشوفون الجوال من الاطراف راح يصير عندك مثل ما تشوف يا الايم يروح يمين يسار يا يروح لفوق، لانه انت ماسك الجوال بشكل صحيح. بالنسبه لمسكت الجوال بشكل صحيح مثل ما تشوفون ايدي هي وايدي هي، اخلي الجوال بوسط ايدي بالوسطى بالضبط، يعني بحضن الجوال ببطن ايدي او بالوسطى الايد. اذا انت كنت من مسافات بعيده عم تنزل بالايم مثل ما تشوفون يا اخوان راح يكون عندك الايم ثابت وراح تكون التنزيل بالجيروسكوب سلس. هاي بالنسبه لمسكت الجوال بالوسطى. بالنسبه للمنظور الشخص الثالث بدون منظار، اذا انت كنت حاضن الجوال مثل ما تشوفون يعني بسطت ايدك، اول شيء ايدينك ما راح يتعبون، ثاني شيء مثلا اذا بش عليك اكثر من خصم مثل ما تشوفون يا اخوان يعني مثلا بالمسافات القريبه ايش قد ما تحرك اول شيء الايم ما راح يضيع عندك، ثاني شيء انت واثق من مسكت الجوال انه حاضن الجوال بوسط ايدك. طبعا يا اخوان عندنا النصيحه الرابعه وهي اهم جزء من الفيديو. بالنسبه للنصيحه الرابعه يا اخوان هي التدريب على الجيروسكوب للمبتدئين او اللي بدهم يطورون من ايمهم بالمسافات القريبه ولا المتوسطه. اول شيء عندنا التدريب الاول لمبتدئين الجيروسكوب وكمان اللي يلعبون جيروسكوب وبدهم يطورون من ايمهم ويخلي الهيد شوت عنده عالي. مثل ما تشوفون يا اخوان جيبون ليزر، اهم شيء تخلون الليزر موجود على الانفور. اول شيء على هذا التدريب مثل ما تشوفون اول شيء من فوق، هذا بالنسبه لاول تدريب وخليه يشتغل. ليش؟ عشان المجسمات تتحرك قدامك. هاي بالنسبه لاول تدريب. هي راح تتحرك شوي بشكل اسرع، يعني كل ما تخلصهم راح تتحرك عندك بشكل اسرع. بالبداية يعني أظل فاتح لبين ما تتعود على يعني على فتحة المنظار وكيف تحرك مع الخصم. مثل ما تشوفون يا إخوان يعني هي شوي شوي راح يسرعون المجسمات وراح يكون عندك شوي شوي تتدرب. هاي بالنسبة للجماعة اللي بدها تغير على الجيروسكوب من جديد أو مبتدئين بالجيروسكوب. تمام يا إخوان،
يعني شوي شوي مثل ما تشوفون يا اخوان راح يسرعون المجسمات عندك، وراح يكون عليهم التدريب شوي صعب، ولكن شوي شوي تتدرب لبين ما تحترف الجيروسكوب. إذا كان عليك شوية صعب انبطح واضرب. جماعة المبتدئين بالجيروسكوب أو الأيم يكون عندك ضايع، يعني انبطح واضرب راح يكون عندك أسرع. هاي بالنسبة لتدريب فتح المنظار والتدريب على الجيروسكوب بالمنظار. طبعا يا إخوان التدريب الثاني هو التدريب بدون أيم، كيف تحسن لعبك بالجيروسكوب بدون أيم. هاي للمبتدئين، وكمان هاي ضرورية كثير للناس اللي بدها تطور من مستوى أيمها بالمسافات المتوسطة والقريبة، وتخلي الأيم كله هيد شوت عشان ما يكون عندك ضياع أيم بالمستودع والكلاسيك. هذا التدريب للمبتدئين وللناس اللي عم تلعب جيروسكوب بدها تطور من ايمه. اول شيء تجون على التدريب بتخلونه مخصص، وتخلون هاي 60 40 مثل ما تشوفون قدامكم يا اخوان، مثل ما تشوفون، وتخلون الدمج اللاعب خلونه ليفل 1. انا اقول افضل لكم كبدايه، انا بخليه على طول ليفل 2 او ليفل 3 مثل ما تشوفون يا اخوان، وخليها على 20 40 وحط ستارتد. تمام يا اخوان، ونبلش. يعني بتحاول بتركز على الراس وتجيب هيد شوت. تمام يا اخوان مثل ما تشوفون قدامكم. انا اقول لي ماهر انت كيف ايمك هيك بالمسافات القريبه؟ مثل ما قلت لكم يا اخوان افضل حساسيه للجيروسكوب هي المتوسطه. للناس اللي محترفه بالجيروسكوب خلوا الحساسيه عندكم للمنظور على الشخص الثالث للكاميرا والادي اس بالنسبه للجيروسكوب خلوها 310. اذا كان جوالك بطيء، يعني اذا كان جوالك 90 فريم وسلس خليها 310 على كليهم، واذا كان جوالك 40 فريم او 30 فريم وعندك يكون سريع خليهم على 290 300 بالكثير. تمام يا اخوان. طبعا يا اخوان بالنسبه اللي عم يحكي لي ماهر اعطينا كود الحساسيه تبعك بالفيديو، هذا كود الحساسيه قدامكم بالنسبه لحساسيه الجيروسكوب. والناس اللي ما بدها تلعب جيروسكوب من البدايه وعم تشاهد الفيديو تحياتي لكم. كمان حساسيتي تصير للناس اللي تلعب بدون جيروسكوب، وكمان جدا جدا اسطوري اكيد للي يلعبون جيروسكوب. هاي الحساسيه قدامكم يا اخوان. كود الحساسيه والاعدادات يوميا على البث المباشر على الفيسبوك. ان شاء الله يا اخوان انا شوي عم مقطع على البث المباشر، بس ان شاء الله من هاليوم وقدام ان شاء الله راح يكون يوميا ببث مباشر على الفيسبوك، فعاليات جوائز زائدا حلبات جدا اسطوريه. اللي بده يشارك رابط الصفحه مثبت باول تعليق وكمان بالوصف. اللي بده كود الحساسيه والاعدادات يجي على البث المباشر يحصله ان شاء الله. طبعا يا اخوان هذا الكود قدامكم، اعملوا له سكرين شوت. طبعا يا اخوان اتمنى كل واحد شاهد الفيديو ويحط لنا لايك، خلونا نوصل المقطع هذا اكبر عدد لايكات عن جد الفيديو متعوب عليه، وهذا الفيديو حسب طلبكم. اتمنى كل واحد شاهد الفيديو وما يطلع من الفيديو والله يخلينا لايك، خلونا نوصل المقطع اكبر عدد لايكات. كمان اعطونا رايكم بالفيديو او تعليقاتك او مشاكل اللي عم تصير معك بالجيروسكوب كمان تحت بالتعليقات، انا اقرا كل التعليقات ان شاء الله ارجع لكم بافضل فيديو على حسب طلبكم. اتمنى لكم اطيب الاوقات وربي يسعدكم. انتبهوا على حالكم، سلام.